يسعى المخرج الأردني فايز دعيبس في محاولاته الإخراجية إلى تعميق مفهوم ثقافة الصورة وفق رؤى فكرية تؤثر بالمتلقي وبتفاعله مع الأحداث المتسلسلة للعمل الدرامي والفني. ويشير إلى أنه وفي أعماله الإخراجية وبخاصة الدرامية يركز على أهمية الثقافة المرئية التي تستقطب للمشاهد بحيث تكون متناسقة مع مضمون الأحداث المتسلسلة للسيناريو ونقلها إلى المشاهد الذي يتفاعل مع الحدث الدرامي. ويؤكد أن الهوية الفنية الأردنية وضعت بصمتها على الساحة الفنية طيلة العقود الستة الماضية، فكانت الدراما الأردنية تتسيد المشهد الدرامي في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في المحطات العربية، لافتا إلى أن ثمة انحسارا للأعمال الدرامية التاريخية والبيئة المحلية الأردنية التي تلامس الواقع والحياة. وبحسب اعتقاده فذلك يعود لعدم تحمس شركات الإنتاج الفني الخاص لمثل هذه الأعمال وتحمل كلفة إنتاجها خصوصا الأعمال التاريخية. لذلك علينا النهوض بقطاع الإنتاج ودعمه من الجهات المعنية كافة. وغياب الأعمال التاريخية والاجتماعية التي تحمل رسالة مجتمعية وفق دعيبس سيؤثر سلبا على المجتمع وقيمه وفكره وثقافته، فالأعمال الدرامية المهمة تعد منبرا قيما للناس وتؤثر على القيم الاجتماعية والثقافية والفكرية لديهم. ويضيف دعيبس: نحتاج إلى إنتاج مسلسلات تحاكي قصة وطن وإنسان من وقت لآخر، لأنها تقدم رسالة سامية وتكرس الثقة في الذات والوطن. وهنا يجب على شركات الإنتاج الفني أن تركز على هذا النوع من الدراما، خصوصا أن البيئة الأردنية وتاريخ الأردن مليئان بالأحداث والقصص الملهمة، وهناك تجارب كمسلسل أبناء القلعة وغيره من المسلسلات التي تحاكي تاريخ الوطن، والكثير من الكتاب لهم مؤلفات عن تاريخ الأردن الاجتماعي والسياسي. ويجب أن يكرس ذلك من خلال مادة درامية تقدم وجبة متكاملة للمشاهد. ويؤكد دعيبس أن الفنان الحقيقي هو الذي يقدم فنا يليق بالرسالة التي يجسدها، لافتا إلى أن الجمهور مثقف وواع ومتابع جيد وناقد لأي عمل، وبالتالي يجب انتقاء الأعمال التي توصل رسائل مجتمعية وترتقي بتفكيره. ولا يتوقف دعيبس عند الصعوبات التي تعترضه، بل يزيح جانبا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة العمل وتوصيل رسالته واستمرارها، كما يدفعه إصراره على إنجاز العمل أحيانا إلى التخلي عما يعتبره الآخرون من الضروريات، مؤكدا أنه يعتبر نفسه كمن يمسك بجذع الشجرة بكل ما تحتويه من ثقافة وأصول، لذلك لا يأبه للفروع الصغيرة. ويضيف: اخترت الإخراج عن قناعة في محاولة لإيصال أفكار عن طريق الفن الراقي، مشيرا إلى أنه يسعى جاهدا لتقديم الصورة الواضحة التي تتناغم مع النص. ويقول: إن العالم أصبح قرية صغيرة، وفي هذه القرية هناك إشكالية كبيرة عند المبدع، لأنه إذا لم يكن لديه ما يضيف إلى هذه القرية كقيمة فهو بذلك سيكون خارج الإبداع، ولزاما تحديد المسار بأدق تفاصيله في المشهد العام، فهذا هو مكنون توصيل الرسالة وتحقيق الانتشار خارجا. وعلى امتداد أعوام طويلة بالمجال الفني يقول: أجتهد كثيرا في مجال أعمالي لتقديم مشهدية ملائمة مع النص، وخصوصا في الأفلام الوثائقية التي تحاكي قصة وطن وإنسان. ويضيف: يلفتني المخفي والمسكوت عنه، وأحب أن أحكي قصصا تلهم وتثبت أن في العالم ما يستحق أن نعيش من أجله، وهو يتمثل بالقوة والحلم والمثابرة والحب. وينوه دعيبس للأفلام الأردنية التي أخرجت بمجهودات فردية والتجارب اللافتة لشباب من الجيل الجديد فرضت وجودها من خلال المشاركة في المهرجانات العالمية. ودعيبس الحاصل على شهادة الدبلوم والإخراج التلفزيوني في عام 1990 بدأ مشواره فعليا في عام 1992 في مسلسلات الدراما كمساعد مخرج ثم مخرج منفذ ثم مخرج، عمل مشرفا عاما على أكاديمية كوارتز الدولية، وعمل مديرا عاما لأكاديمية يابوس الدولية، وعضوا عاملا في نقابة الفنانين الأردنيين.
أخرج العديد من المسلسلات وهي أبناء العطش وعذاب وقبائل الشرق وصناع الحضارة وقلوب مظلمة وجمر السنين، وهو تاريخي يحكي عن فترة عمر المختار وأجزاء من مسلسل زعل وخضرة وودي مفراطة وعذاب الدموع وعادي شو وبقايا الزمن. كما أخرج عددا من الكليبات الدينية والإرشادية لإحدى المحطات، إضافة إلى مجموعة من الكليبات لقصائد نبطية وعددا من الأفلام القصيرة منها أصالة الماضي وفيلم درامي يتناول قضايا مجتمعية من واقع المجتمع العربي وفيلم مطر نيسان. وقد حاز على جوائز عدة، وفيلم وثائقي عن مدينة مادبا وفيلم وثائقي مواطن برسم البيعة إنتاج الجزيرة الوثائقية وفيلم طرزان. وشارك في العديد من المسلسلات كمخرج منفذ وهي عيال الذيب وعائلة معجب وعنود الصيد وتل الشومر وجهة الزمان وآخر أيام اليمامة وزمن ماجد والمنسية وأخو شامة وصهيل الأصيل وكولاج وشهاب. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.